خاشم يتقدم يبحث عن الكرة العرضية ناحية بغداد كنترول يوقف على كرته بنجاح بغداد تقدم مر يراوغ أمام لاعبين يا الله يا الله يا الله أحداث شوط المباراة الأول أكرم يمر الكرة لبوعلام سانتي في الجهة اليسرى كزور ليرسل كرة عرضية والثاني بغداد بنجاح أكمل لكن بيدرو نجح في أن يقطع الكرة في اللقطة الأخيرة وصلت الآن لبغداد بنجاح بنجاح في الجهة اليسرى أمام أربعة لاعبين يمر لأكرم بكل هدوء لبغداد مرة أخرى بنجاح يحاول يوسف يمرر الكرة ما زالت نام بغداد نصف النهائي يصل إليه الزعيم لكن بشرط أن يسجل بغداد البصمة الثانية في اللقاء